يعني المؤتمر بالنسبة الآن للمواطن اليمني هو طوق النجاة، فهم الآن أيقنوا المعارضين قبل المناصرين بأن المؤتمر الشعبي العام كان ولا يزال هو الحزب الوطني، الحزب الذي ولد من رحم الوطن ولم يكن امتداد لأي أحزاب خارجية، ولد من رحم هذا الوطن، من رحم هذا الوطن، وولد لأجل الوطن والمواطن. فالمؤتمر الشعبي العام أثبت خلال 33 عام تتليها الآن 7 أعوام 40 عام بأنه الرقم الصعب الذي لا يوجد أي مكون أو ائتلاف سياسي في الوطن يستطيع أن يحل محله. المؤتمر الشعبي العام ولد في مرحلة صعبة جدا، واستطاع تأسيس دولة مدنية حديثة بكل مؤسساتها العسكرية والاقتصادية، واستطاع أن يكون مظلة لجميع أبناء الوطن دون تفرقة، دون تمييز، دون عنصرية، دون إقصاءات. المؤتمر الشعبي العام الآن يا أخي الكريم، والله العظيم إنه يعني الأخبار التي توصلنا من كانوا حتى يدعون الانفصال في جنوب الوطن، في حضرموت وفي عدن وفي غيرها، الآن أيقنوا إيقانا تام بأن طوق النجاة وحزب الوطن هو المؤتمر الشعبي العام، لا غبار عليه. فالمؤتمر يا أخي الكريم احتفاءهم به الآن شيء من الأمل. هم واثقين بثبات المؤتمر وصمود المؤتمر رغم كل المكائد ورغم كل المؤامرات التي تحاك عليه لتقسيم المؤتمر، ولكنه مؤتمر شعبي عام، مؤتمر أخرج للشعب، وسيظل المتحكم الوحيد فيها الشعب.